سلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعي، حابه اشكركم من كل قلبي لكل حد سأل عليا الايام اللي فاتت، لكل حد كتب لي كومنت بجد حلو منه، ربنا يجازيكي كل خير يا رب. وكل كمان مشترك جديد عندي في القناة، ربنا يجازيكم كل خير، ولايكاتكم الجميلة، كومنتاتكم الجميلة اللي بتفرحني. أول حاجة كده، النهاردة هيكون فيديو لسيدة تركيه، عندها كده إبداع وفن بجد جميل. كلنا بصراحة بنتعلم منها حاجات كتيرة، وأنا شخصيا بتعلم منها حاجات كتيرة وبحبها كتير، وانتوا كتير بتحبوها. شوفوا بقى فواصل السيراميك هي عملتها ازاي. عايزين بقى الفيديو نحط فيه لايكات كتير كتير كتير، لان بجد الفيديو من اول دقيقة لاخر دقيقة كله حلو جدا جدا. وكمان حابة اقول لكم، لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي من خلال الفيديو ده، يا ريت تنوروا عيلتي الكبيرة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. وفضلا منكم حطوا لايك جميل حلو كده منك زيك، وكمان مستنية كومنتاتكم تحت اللي بتفرحني. هنا انت اول حاجة شفتوها كانت بتعمل الفواصل بتاعت الارضيات بتاعت السيراميك. كلنا عندنا الفواصل دي ساعات بتغمق كده وبنحتار في تنظيفها، فهي جابت مادة، المادة دي بيتحط على فواصل السيراميك، وجابت فرشة صغيرة وابتدت كده عملتها على فواصل السيراميك لحد لما نشفت معاها. بعد كده بقى جابت السجاد بتاعها غسلته، او المشاية بتاعت المطبخ غسلتها الاول، وكان عندها دورة غسيل كده. طبعا عملت الغسيل ده بعد ما غسلت السجادة، وبعد كده غسلت الغسيل بتاعها ونظفت التنظيفة الحلوة دي. وكمان بتحط فيه الغسيل الدوني الجميل للحبيبات اللي هي نازلة جديدة، وكمان بتقول ان هي بتغسل بيه الحمام وبتغسل بيه كل حاجة لان بيكون ريحته حلوة. طبعا هي غسلت الحمام بعد طبعا ما خلصت الغسيل بتاعها والسجاد بتاعها. بعد كده بدأت بقى على المطبخ. طبعا المطبخ بتاعها، طبعا انتوا شايفين طبعا الكلام ده الصبح بدري جدا، لان هم ما شاء الله بيحبوا يصحوا من بدري جدا. وعايزه اقول لكم في حاجة تانية كمان، ان بجد لما بتصحي من بدري جدا جدا اليوم بتاعك بتحسي ان هو فيه بركة كده، وبتعملي كل حاجة وانتي مرتاحة في قلب بيتك. هنا كانت بتوريكوا هي لمت الحاجة الاول اللي على الترابيزة بتاعت المطبخ. طبعا هي الام لطفل، ربنا يا رب يبارك لها فيه ويخليه لها يا رب. فطبعا كلنا بنبقى كده، يعني بنبقى حوالين البيت والاطفال والحاجات دي كلها، فمش بنلحق نعمل حاجات كتيرة. فربنا يعيننا كلنا ويعين كل سيدة وكل ام يا رب. هنا طبعا غسلت الاطباق، يعني عايزه اقول لكم غسلت الاطباق دي بتشيل كتير 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 من على الواحده بجد. يعني تحسي كده هي فعلا بمعنى الكلمه هي غساله، ما تنفعش الا يعني لازم في كل بيت يكون فيه الغساله دي، لان بجد بتعمل حاجات كتيره. يعني شوفوا هي عبال ما شالت بس الحاجات اللي في المطبخ وكده، جابت كل المواعين اللي عندها حطيتها في الغساله، يعتبر نص المطبخ خلص. هنا كده كان جابت البريل وجابت الفرشة الجميلة اللي احنا كلنا بنحبها، انا شخصيا بحبها، وحطت كمان معاها بريل وفيري. فزي ما انتوا شايفين بعد كده الفرشة دي فيها زي نظام زرار كده بينظف بقى، بتنظف الحوض زي ما انتوا شايفين. طبعا بيدعكوا دعكة حلوة كده علشان خاطر ينضف معاها كل مرة، يعني تغسل فيها المواعين بتاعتها والحاجات بتاعتها. بتقول هنا بتسيب حاجات بسيطة اللي هي مثلا كوبايات، حاجات بسيطة اللي هي ما تنفعش تدخل في الغسالة، او على قد من الغسالة ما جابت، فبتسيب حاجات بسيطة جدا بتغسلها بسرعة وهي واقفة كده، والدنيا بتبقى معاها تمام. ان شاء الله ربنا يا رب يكرمنا ويرزقنا جميعا يا رب، ونحقق اللي نفسنا فيه كلنا يا رب، ونجيب كل اللي بنتمناه قول يا رب. بس اهم حاجة الستر والصحة، دول اهم حاجة من اي حاجة في الدنيا بجد يا جماعة والله. عايزة كمان في الفيديو ده اشكر كل حد سأل عليا، لان الفترة اللي فاتت كنت تعبانة، في كتير لاحظ ان انا كنت تعبانة ودخلوا كتبولي في الكومنتات ان انا كنت تعبانة، وكان باين على صوتي في الفيديوهات اللي فاتت. فبشكركم من كل قلبي بجد، وما زال والله انا لسه تعبانة، فادعولي كده دعوة حلوة من قلبكم ان شاء الله، ولكم بالمثل ان شاء الله.
هنا بعد طبعا ما بتخلص، خلصت كده بتقول كل اسبوع او كل اسبوعين بتعمل تنظيفة للغسالة الاطباق كده عشان تحافظ عليها من اي حاجة يعني، ولا قدر الله ما تبص وكده. ده بتبقى اكياس كده زي نظام عاملة زي ملح الليمون، هي بتنظف. شوفوا لو تلاحظوا طلعت ايه من الغسالة، بتنظف الغسالة وبتخليها زي الفل. هنا في حاجة تانية برضو حطيتها بعد طبعا ما نظفت الغسالة، ده كان يوم تاني يعني، حطت هنا طباق بلاستيك وحطت فوطة. مش عارفة ليه الفوطة اللي هي حطيتها كده، عشان مثلا الطباق ما يوصلهاش حرارة عالية ولا ايه، بصراحة مش عارفة. اللي عارف يكتب لي تحت في الكومنتات، وكلنا بنستفاد من بعض وكلنا بيكون عندنا افكار، اللي يعرف حاجة بيفيد التاني. هنا بقى تنظيمها وترتيبها للأدراج اللي هي بتاعة المطبخ، بتلمعها كده بالمناديل الأول اللي هي الوايبس، وبعد كده بالجلانس بتاخدها تنظفها، وكمان العلب اللي كانت اللي هي علب التوابل أصلا اللي كانت في الدرج أخدتها غسلتها غسلة حلوة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده فضت فيها الحاجات. وأهم حاجة المفرش اللي في الدرج بيخليلك شكل الدرج حلو ومهندب ونظيف وشكله جميل. طبعا هنا بعد ما خلصته، بعد كده جابت بقى الحاجات بتاعة التلاجة او الخضروات والفواكه، طماطم خيار تفاح، يعني خيرات ربنا، والموز كمان، وكل حاجة غسلتهم الاول غسلة كويسة، وبعد كده بتحطهم في المنظمات الحلوة دي، وبعد كده بتحطهم في قلب التلاجة. هنا بقى بترصص كمان البيض بتاعها. عايزة اقول لكم ان هي كانت الاول مسحت التلاجة بتاعتها، وهنا برضو منظمات حطيتها. هنا بقى المقطع ده كان بعدها بكام يوم بتوريكم وهي بتنظف ازاي الحوض ده كربوناته، وحطت عليه خل ومية سخنة بتغلي، عشان لو الحوض بتاعك مثلا مسدود والمية او الحاجة اللي فيه مش بتنزل بسرعة او المية مش بتنزل بسهولة، فالفكرة دي حلوة بتخليلك بسرعة الحاجة تنزل. هنا كمان طبعا عايزة اقول لكم ان الدوني دلوقتي بقى حبيبات كده، فهي جابت البرطمان. في ناس كانت او في كومنت كانت كتب لي قبل كده، طب ايه لازمة ان احنا نجيب الحاجة ونحطها في برطمانات؟ هي والله بتختلف من يعني من بيت للتاني او من سيدة للتانية. ممكن تكون عايزة مثلا حابة تكون الحاجة باينة في ازاز كده، تكون مثلا في نظام اكتر مثلا من العلب اللي بتبقى محطوطة كتير كده، ده الفكرة. ولكن هو كله بيكون واحد، بدل ما تسيب الحاجة مثلا في اكياس كده، لا هي بتحطها في منظمات تنظم الدنيا. طبعا هي كل اللي انت شفتوه ده كان باقي الحاجة بتاعت المطبخ اللي هي نظمتها معاكم. هنا بقى كمان كانت بتوريكوا ازاي هي بتفك الفرن بتاعها، وهي بجد متميزة متميزة في فك الفرن بتاعها بلت ان، فبتفك على طول دايما دايما بتفك الغطاء بتاع الفرن، وبيكون معاها زي الفل، لان هي اتسألت كتير في الحتة اللي هي ازاي بتخلي الفرن بتاعها ما شاء الله عليه نظيف وزي الفل وكأنك لسه جايباه جديد. فهي بتوريكو ان هو بيتفك عادي، هي كانت بتفكه بس وبتركبه، وبتوريكو هي بتفكه وبتركبه ازاي من الجناب كده علشان تغسليه بكل سهولة وبكل بساطة. بعد كده بقى هي كانت هنا بتعمل زي نظام طرد، او بتعمل يعني مثلا زي نظام كادو بتوديه لأقربها من حاجات بتاعتها هي، يعني حاجات من النيش بتاعها. فزي ما انتوا شايفين عشان ما يتكسرش طبعا وعشان تحافظ عليهم، حطيتهم كده في ورق، وبعد كده بتلفهم بالاسترتش راب، وبعد كده حطت كمان في الكرتونة زي نظام قطعة قماش او قطعة فرو علشان يكون الحاجة متماسكة، عبين ما الحاجة توصل للناس اللي هي بعتها لهم يكون الحاجة بتاعتها مظبوطة وتمام، ما يكونش في حاجة اتكسرت منها ولا كده. طبعا هي زي ما قلت لكم ان هو طرد، فهي هتبعته لناس، فبتكتب طبعا العنوان اللي هو هيروح عليها واسمها واسم الناس اللي هي هتوديهم لهم الحاجة. يعني هنا كانت بتعمل دي، يعني هي عملت ما شاء الله كراتين كتيرة،
بتاع 3 كراتين او 4 كراتين كمان، بس كانت بتوريكم ان هي بتحافظ عليهم يعني كده. عارفين انتوا بقى الحاجات اللي هي الفرقعات دي، انا مش عارفة اسمها ايه، اللي هي قدامكم الابيض دي، حلوة جدا، اللي هي لما بنكون جايبين حاجة ازاز جديدة وبنلاقي معاها كيسة كده مشمع، كلنا بنحب نقعد نفرقع فيه كده، بيبقى فيه فقاقيع صغيرة كلنا بنحبها. هي طبعا جايبة باكت منه، وبتقطع على قد الكرتونة او على قد الحاجة اللي هي هتحطها عشان تحافظ على الحاجة زي ما قلتلكوا بالشكل ده كده. ده شكلها اهو. هنا بقى برضو كمان الفناجين بتاعتها او الطباسي بتاعت الفناجين، زي ما انتوا شايفين عملت ايه، حطيتها برضو ورقة على ورقة ورقة على ورقة عشان ما يرجعوش يتكسروا منها. وبعد كده لفتهم حلو جدا جدا بالاسترتش راب علشان خاطر تحافظ عليهم، وطبعا يعني عملتهم اكتر من مرة عشان تكون محافظة عليهم. طبعا هي هنا كانت خلاص مفروض ان هي يعني كانت خلصتهم عشان تبعتهم. بعد كده بقى هنا بتوريكوا ازاي هي يعني خلطة جميلة لمعجون الاسنان. جابت المعجون الاسنان بتاعها عادي، اللي هو انا مش عارفة اسمائهم بصراحة، لان هي مكانتش كاتبة الاسماء بتاعتهم. وجابت كده اللي هو المنظف بتاع الاسنان كمان، او المعقم بتاع الاسنان، وعملتهم خلطة حلوة كده، وبتقول كل يوم بتستعملهم الصبح وبالليل طبعا، وبيخلوا الاسنان بتاعها لونهم ابيض كده وشامع وحلو جدا. بعد كده بقى جابت الذهب او الاكسسوارات. انا كنت بصراحة بعمل الذهب بتاعي كده، بجيب شوية من المية وبحطهم على النار، وحط عليهم شوية من البرسيل، شوفوا بقى فعلا فعلا حقيقي، وخليهم يغلوا غلوة كده، حاجة بسيطة، اللي مش بيغلي لا حاجة بسيطة، وتلاقي الذهب معاكي بجد بيفرق بيفرق، بيبقى معاكي فلة كده وشمعة منورة. بس طبعا ما كنتش بعمل الحركة دي كتير عشان كنت بخاف طبعا لا الذهب مثلا يبوظ حاجة منه كده يعني. هنا بقى هي اتسألت كتير على لفة الحجاب بتاعها او على لفة الطرحة بتاعتها، هي ازاي بتلفها، فهي هنا برضو بتعمل لكم اللفة بتاعتها. في منكم بيحب اللفة دي، وفي طبعا لأ، فاللي مش بيحبها عادي ليه مطلق الاختيار، ولكن هي ناس طلبوها منها هي ازاي بتلف لفة الحجاب بتاعتها. ده شكلها اهو، هي لفة بسيطة جدا، مفيش فيها يعني اي افتكاسات، وبسرعة بتعملها. هنا بقى بتعمل لكم اللفة التانية اللي بتبقى فوق وش يعني، انا معرفش اسمها ايه بصراحة، تربو حاجة كده يعني، فمش عارفة بصراحة، لاني يعني معظم لفة الحجاب بتاعتي لفة عادية، فمش بتبقى كده بصراحة، فمش مش بميل او مش بعرف هما بيكون اسمهم ايه او بيتعملوا ازاي بصراحة. انا بكلمكم انتوا زي اخواتي والله. هنا بقى هي كانت بتعمل معجنات لابنها، فهي ما شاء الله شطورة، ربنا يا رب يخليه لها يا رب، ويبارك ليها فيه يا رب، ويديها الصحة. بس كده يا حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون السيدة اللي معانا النهاردة تكون عجبتكم. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة.